ألف سلام عليك يا أمي، تؤمنا بالسلامة إن شاء الله. تعيش يا سكا يا ابني، تعبتي نفسك وجيتوا ليه بس يا هاجر يا بنتي؟ أبلة هاجر، ربنا يخلينا أبلة هاجر، خلصت لك الجواب على نفة الدولة، وأنا الصبح إن شاء الله خلصت لك إمضة الوزير. طب ما بدل ما أنتوا تعبين نفسكم كده وعاملين إن أنتوا جبتوا التايهة، كنتوا كلمتوا المستشفى كانت صرفت لها معاش، ولا شافت لها شغلانة وهي قاعدة، بدل ما هي مزروعة كده وعمالة تقول عايزة أدفع عايزة أدفع وما بتدخلش قرش. ما تقلقيش يا حاجة انتصار، أنا أعرف دكتور في الوزارة وهخليه إن شاء الله يخلص لك الورق بسرعة، وتقومي بألف سلامة إن شاء الله. ما تبطلي الوحبة يا ولية، بواصلي دماغي المتكلفة، كانت الداهية وأنت بوس فقر. بقول لك يا جدع، هو البعيد ما بيحسش ولا إيه؟ إيه ده؟ أنت جايبالي معارف الدول عشان يمدوا إيدهم عليا يا بوز الفقر. خلاص بقى خلاص بقى يا سوكا، معلش يا حاجة انتصار، هنبقى نجيلك بعدين، وإن شاء الله لما سوكا يخلص التقرير هبقى أجي أقول لك على مواعيد الغسيل، يلا يا سوكا. ابقى قتلها طفح معاكي تطفحوا. أوعي يا بنت. خلاص يا سوكا. انت لولا قد جدي كنت بصيت لك ودانك يا جدع. عشان خاطري يلا بينا يلا. والله لولا قعده الحشيش لا احترامها لكنت قمت لك. طب ادي الحشيش اهو يا عم. خلاص يا سوكا يلا بينا بقى. الحشيش الحشيش يا ابن السيله الحشيش.